مبروك يا عريس. I did it. I did it. برافو. في اعمل لك زلغوطة؟ يلا. سبقتيني. سبقتك. ماريو باسيل يو ديد ات؟ يس اي ديد ات. كيف تو؟ اند ام هابي اند ام براود. مبروك ماريو باسيل. طولت شوي تتعمله؟ هلا بعطيك 5 سنين من بعد قد ايه هلا مبسوط نرجع نسألك نفس السؤال. اكيد رح تلاقيني مبسوط. لانه على وعي وعلى بس ماريو طولت شوي. طولت؟ لا انا خطبت شي 4-5 مرات. عن جد؟ قد ايه ضيانت بالخطبه؟ حسب كل مره شيء. بس هالمره I'm sure about my choice. نقيت المره المضبوطه يلي على بالي كفي حياتي معها. عن جد انا مش عريس، انا كنت عريس. شلت الشده عن الري بس صرت عريس هلا. لا بس الحلو انه هلا كل اصحابي المجوزين ويلكم تو ذا كلوب، ويلكم تو ذا كلوب، ويلكم تو ذا كلوب. فينا نقول لك ويلكم تو ذا كلوب؟ انا مفكر حالي انه زاير كل شيء في كلوبات بالعالم. لا هذا اكبر كلوب. قلت له لصاحبي انه شو هذا، شو في هذا الشيء، هذا الكلوب يعني شو في شيء سبيشال. قال لي هذا من بعد الشهر العسل بصير مثلك مثل الكلوب. بس اكثر شيء زعلوا في كثير عالم. انا عن جد انا تفاجأت انه ليه هالعالم هالقد انه اخذوها. كلهم تفاجئوا. ايه كثير مفاجأة. ليش؟ هلا في وانبسطوا لي. فجعة. لا ليك في عالم انه وقت تجوزوا اصحابي انه انا انبسطت لهم عادي، هن انبسطوا لي كثير. وقد بحبوني يعني. انه فاينلي اكلت الضرب. انا حكيتك بعد 3 ايام من الزيجه قلت لي والله يا بيير حلوه كثير. ايه عن جد. بعد ثلاث ايام. لا اكيد. هلا ليك لانه تاخرت صرت درست الامور. لا اي ام ان ذا رايت هاند. اكيد. مزوج محاميه. ايه. أكيد you're in the right hands حبيبي. I am in the right hands. I am sure. زواج مدني مش كنسة؟ لا مدني. مين قرر؟ محامية قررت؟ لا it was the most practical. للبراكتيك تبع الأمور كان أهين نتجوز مدني بقبرص بأيا نابا. ما أيا نا أيا نابا. داريوس حبيبي حبيبي داريوس. نيابة عندك صح. بس انا بحب اقول انه ميركلز كان هابن عن جد. يعني انا ما كنت بفكر حالي رح اتجوز لانه الحياه ليك بكل شيء بالحياه في منطق من عدا بالعلاقات وبالحب وبالغرام. هيدا حلم انت عايشه هلا ولا هيدا حلم كلنا عايشينه مش مصدقين انك تزوجت؟ هيدا مش حلم، هيدا شيء بيصير يعني. انت سبقتني يعني ما فيني اقول لك. هلا انا بقدر اقول انه بالحياه العزوبيه بالباتشلر لايف اي هاد ماي شير. I had your share. I had your share. I had it all, man. أنت ما خليت شر من شره، خدتهم كلهم. إيه بس تعرف أنا تعرفت عليها كنت رحت على سريلانكا تعامل بريزورت يوغا وأيورفيدا ومساجات هيك تختلع مع نفسي. وأنا وعم بعمل يوغا أول نهار قلت أوف. حسيت هيك لوف ات فيرست سايت. حلو. ما اختليت كثير على نفسك. انا كان لالي لوف ات فيرست سايت. هي بالنسبه لها ما كان لوف ات فيرست سايت. فصرت كل يوم الساعه 6 كان على بكره اليوغا. انا ربك ما بوعين. صرت كل يوم على الساعه 6 وهيك وحسيت انه حس حالك عم تطالع. ايه صرت اعلى نفسيا وروحيا وكانت قصه كثير حلوه واتفقنا وانا اي بليف انه كل واحد عنده تشانس بالحياة. Don't despair. You can do it, guys. كل واحد عزابي بيقدر يوصل له.
نوجه تحية لأليكسيا. And it is beautiful. And it is beautiful. I say it and I'm sure. أليكسيا بنوجه لها تحية كثير كبيرة. أليكسيا محامية دولية بتخصص بتعمل معاهدات دولية اقتصادية دولية بين الدول. Public law. بتخلص معاهدات بين روسيا وعدة. هي من الجنسية الروسية. Yes, yes, yes. بتحكي عربي؟ هلا قالت لي لا بس انا بشك كثير ذكيه بلشت اكيد تتعلم عم نشوفها بالشغل واو ماريو ليش بروفيل أليكسيا مش بروفيل ماريوكا كيف ما فهمت ليش العروس بروفيل أليكسيا مش بروفيل ماريوكا بدك بلس وبتعرف البلس والنيجاتيف هن اللي بيشدوا بعضهم لبعضهم لانه انا يمكن حياتي كثير صاخبه بحاجه لحدا يكون رايق ويروقني وهي كمان بالنسبه لها يمكن عم بتعيش مثل شيء فيلم قلت حسي حالي بشي فيلم فكان سوري ام بينج ايموشنال لاول مره لا حبيبي اذا بدك نبكي معك نبكي معنا مشكل بس ليك انا حبيت هيدا الشانجمون اللي فيك لانه فجاه صرت ايموشنال فجاه صرت هيك كمان رايك افكارك تغيرت من فتره طرحوا عليك هيدا السؤال كان جوابك كومبليتلي غير ذاكر لا لا خلينا نشوف سوا مبين لا ضربت اربع خمس مرات بس ما كنت عم بمزح بس ما كانت تزبط كل ما ارتبك حس بالخنقه جايه وشوف النهايه تجوز وحده مسقفه بنت عيلة تعبي لك راسك حبها مسقفه اكيد بس ما بدي انا ونايم معها شريحة ثقافي انه عجل خلص عمود شغلك عندي برزنتيشن عم بشتغل عليها وسكت وانا طح نشوف مقاطع من باولو كولو عم يغزلوا بعيونه هيدي من مسرحية وان انجري مان طرح سؤال على حالك ما حدا طرح عليك كثير قوي بيير رباك بيير رباك كثير قوي انا ما عندي اياها هيدي هي اهم شيء هي ما يكون عندها اياها انت نفس مصيبه عم تحضرنا الليله؟ ايه في مترجم حدا ولا فينا نحكي؟ لا هلا لا حالة فينا نحكي